بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة في اليونت أوبريشن في موضوع الباتش كولوم. نكمل المحاضرة اللي تم طرحها سابقا في الجزء الأول في هذا النوع من الأعمدة. هذا الجزء هو حساب الـ HETP اللي هو Height Equivalent to Theoretical Plate اللي هو هذا المصطلح اللي في بداية المحاضرة للجزء الأول تطرقت إليه. هذا الـ HETP قلنا هو شنو؟ هو عبارة عن الارتفاع الحشوات الضرورية للحصول على نفس الفصل لعدد معين من الصفائح اللي هي في حال استخدامنا النوع اللي هو التري ابزوربشن. معناته ال HETP يربط بين النوعين، بين النوع التري ابزوربشن كولوم والباكت كولوم. ال HETP هو شنو؟ هو فد مؤشر يدلنا على كفاءة الحشوات، وعادة كل ما كان قيمة ال HETP صغيرة معناته عندنا الحشوات مرتبة ومنتظمة في داخل العمود. كقيمة عددية للـ HETP هي تتراوح بين الواحد والثلاثة، عادة هي تتراوح بين الواحد والثلاثة. إذا أعطاني بالسؤال غير الحد بيناتهم واحد، واحد ونص، اثنين، اثنين ونص، ثلاثة، مشا هاي بقت يم هو معطيات السؤال ما نقدر نتحكم بها، بس هي عادة بين الواحد والثلاثة. كعادة الـ HETP كقانون تحليلي نستخدمه لإيجاد قيمة الـ HETP ضمن هذا القانون. هذا القانون هو لإيجاد الـ HETP من متكون؟ متكون من الـ Overall الـ Gas Phase الـ HTU، وعرفنا هو شنو الـ HTU وشنو قانون الـ HTU لإيجاده، مضروب بيش؟ هذا القوس. القوس هذا موجود من متكون؟ متكون من كسر البسط لين في مقلوب الـ A، لين واحد على A على مقلوب الـ A واحد على A ناقصا واحد. إذا هذا القانون هو لحساب قيمة الـ HETP. أما في حالة أريد أربط بين النوعين من الكولوم، فهذا هو القانون يربط بين من؟ بين النوع التري كولوم والباكت كولوم، بحيث ان الـ HETP اللي وجدناه هنا اقدر استفاد من عنده واضربه بيش في عدد الصواني، ايش يساوي لنا؟ الزت. اذا الـ HETP في عدد الصواني يساوي ارتفاع الحشوات. اذا اقدر اوجد عدد الصواني من هذا القانون، ايش يساوي لنا؟ الزت على الـ HETP. قيمة الـ HETP تعتمد على منو؟ على خمس عناصر، اللي هي اولا تايب اند سايز اوف باكينج اللي هي نوع وحجم الحشوات، على الفلوريت الغاز والليكويد اللي راح يدخل ويخرج من الكولوم، على خواص عمليه الانتقال، يعتمد على العلاقات الرياضيه للتوازن، يعتمد على التوزيع المنتظم للغاز والسائل في داخل العمود. ها هو موضوع الـ HETP. عرفنا بأنه إلى فد قانون معين يمكن حسابه، وإلى كذلك قانون يربط بين النوعين من أنواع الكولوم كأبراج امتصاص اللي أخذناها سابقا وحاليا. آخر شيء رح ناخذه هنا هو في حالة إذا ذكر بالسؤال minimum liquid flow rate in absorption column. إذا ذكر بالسؤال minimum، شنو حيكون الاسلوب مالتنا؟ المينيمم راح ياثر، من اقصد به مينيمم ليكويد معناته راح نقلل من كميه السولفنت اللي راح يدخل للعمود الامتصاص. عاده ترى السولفنت الليكويد اللي راح نستخدمه في بعض الاحيان هو كقيمه ماديه، هو يكون يعني غالي الثمن في بعض الاحيان. ففي بعض الأحيان يحاولون يقللون من قيمته اللي راح تدخل كفلوريت، ولكن هذا التقليل إلى مساوئ في بعض الأحيان، إلى أن نوصل إلى مرحلة معينة المفروض إحنا ما نوصلها. إذا فرضا قلل، إيش راح يأثر؟ أو على من راح يأثر؟ هسه راح نجي نشوف.
إذا قلل الليكويد فلورايد على من يأثر؟ راح يأثر على السلوب. السلوب هذا مال من هو؟ السلوب مال إكوليبريوم لاين، مو صحيح؟ لو مال أوبريتنج لاين، لا راح يقلل لنا مال السلوب مال أوبريتنج لاين. السلوب مال أوبريتنج لاين اللي هو شو يقول الأوبريتنج لاين السلوب مال الميل L over G. إذا أنا من أقلل ال L هنا معناتها السلوب كبير راح إيش راح يصير بي؟ إذا معناتها راح يقل السلوب، الميل راح يقل. فمن راح يقل الميل راح يصير عندي في الظاهرة. راح أحاول أشرحها جزء جزء بالرسم الموجود بالأسفل. أنا رسمت بين ال X وال Y، رسمت الإكليبريوم لاين ده لحظة اللي هو هذا. طلع عنا هنا رسمها على شكل concentrate solution، عادة إذا رسمها على شكل curve أو line، المهم هو كلاين إحنا نرسمه. هذا الإكوليبريوم وهذا الأوبريتنج، هذا الأوبريتنج اللي هو يربط بين النقطة P والنقطة شنو PT والنقطة PB، صح؟ أوكي. بدأ بال P top وال P bottom. هذا الرسم الاعتيادي. هسه اذا قلل ال L، قلل ال L قلنا ايش راح ياثر لنا على السلوب مال الاوبريتنج لاين مال ال PTPP، لان هذا الاوبريتنج لاين مرسوم على شكل سلوب معين. من راح يقلل من الليكويد معناتها السلوب مالته راح يقل. معناتها ايش راح يصير؟ هذا الاوبريتنج لاين راح يسحف بهالصيغه لان قلل السلوب مالته، فراح يتكون عندنا operating line جديد اللي هو يربط بين من وبين من؟ بين ال P, T وال N. هسه راح يربط operating line بين من؟ بين ال P, T وال N. فصار هذا عندنا operating line جديد. من اجى؟ اجى من تقليل ال L. من قلل ال L slope مالته راح يقل. من قلل slope مالته معناته شنو هو عنده؟ فصارت كونت عندي هاي النقطة N جديدة. هاي النقطة N جديدة من تجي عادة؟ اي نقطة من تجي من X و Y. الاحظ هاي النقطة ال N من جاية؟ ال P زحفت الى صارت ال N لان قلل الليكويد. لان هاي تسحب في شي من كيف تمشي، معناتها انا شو احتاج على مود تسحب وتوصل لهالمكان ال N؟ لازم ازيد من قيمة ال P، ال XP عفوا. ال XP مو كان هنا، فاني هذا رسمت بيها نقطة PB. بس انا من اريد ارسم النقطة N وصلنا بهاي، معناتها انا ال XP وصلت هنا، انا بدي ارسم نقطة P. فال XP هنا من زحفت معناتها شبي ال XP؟ معناتها زاد. انا ال XP من يزيد شنو معناتها يعني تفسيرها العلمي؟ ال XP من يزيد معناتها انا صار عندي عملية انتقال الغاز من الخليط من الغازات الى السائل. من صار عندي عملية انتقال معناتها شنو؟ معناتها زاد عملية الفصل. زين أنا شلون أزيد عملية الفصل؟ هناك عدة عوامل أقدر أزيد بها عملية الفصل. أحد هذه العوامل بأنه أنا أزيد طول العمود على مود. ليش من أزيد طول العمود؟ على مود أزيد المساحة السطحية لعملية التلاصق وصير عملية الفصل. من أزيد طول العمود راح أزيد الفترة الزمنية اللي راح يبقى بيها السائل والغاز في داخل العمود، وبالتالي معناته انا زيد ازيد طول العمود. من ازيد انا طول العمود اكو فشي سلبي راح ياثر عليه اللي هي الكلفه. انا طول العمود من ازيده معناتها عمليه البناء العمود راح تختلف عندي، اكو اكسلريز راح تختلف عندي، هذا كله ياثر لي على الكلفه، وبالتالي راح ياثر علي بالكلفه. بس اذا زيد لي من النسبه ماكو مشكله من نسبه الفصل. هنا من راح نزيد قيمة الـ XB، وبالتالي راح يصير عندي فد شغلة. اكو احنا هذا الفرق بين هذا النقطة الى ان يوصل لهاي النقطة. هذا من هو مرسوم بالـ XB؟ هنا من هو مرسوم بالـ XB ستار؟ ليش XB ستار؟ اي شيء يوقع على الاكوليبريان يخلو له ستار. الفرق بيناتهم كبير، بين ال XP وال XP ستار كبير. طبعا ال XP ستار هو عادة يكون أكبر من ال XP، هاي معروفة حسب موقعه. سابقا كان هذا فرق أكثر، من زيدنا الليكويد صار الفرق
بالدرايفنج فورس اقل. كل ما ازيد بالليكويد الميل ما تشبي راح يقل. الى ان اوصل الى مرحلة الاحظ بانه الاوبريتنج لاين راح يسقط وين؟ على الاكوليبريم لاين. معناته الاكس بي هي نفسها الاكس بي ستار. فالدرايفنج فورس مالتي الاكس بي ستار ناقصا الاكس بي، يعني الفرق بين الاكس بي اللي راح احصله الى ان اوصل الى حالة التوازن حتكون صفر، وهذا لا يجوز. شنو معناته لا يجوز؟ يعني ما يصير الاوبريتنج لاين يسقط على منو؟ على الاكوليبريم لاين. وكل ما كان الفرق كبير بين الاكس بي والاكس بي ستار معناتها يصير عندي عمليه انتقال افضل، لانه كل ما يزداد الفرق حيكون عمليه الانتقال الانتشار تكون افضل، وكل ما قل الفرق حيكون عمليه الانتشار اقل. ما يصير بانتشار، يقول لك فرق كلش قليل فما يصير ذاك الانتشار، بس كل ما يزداد الفرق هاي معناته انا كل ما اقترب من الاكوليبريم لاين حيصير عندي عمليه انتشار اقل، وهذا ما يفيدني. فاذا احاول اوازن بين كميه السائل وتقليلها. اكو فد ظاهره اللي هي حته هسه هاي المينيمم، انا شو اسوي؟ لازم هسه حبدي اربط بين في حاله اذا قال لي المينيمم وفي حاله اذا كان التشغيل طبيعي يسموه بالاوبريتنج. القانون اللي يربط بين الظروف الطبيعيه اللي هي الاوبريتنج مع المينيمم هذا كفلوريت ال ليكويد فلوريت على الغاز فلوريت بالاوبريتنج في الحاله الظروف الاعتياديه اللي هي التشغيليه، شو يساوي لنا القانون؟ فت فاكتور اللي هو يتراوح قيمته 1.1 الى هاي الى مو ناقص الى 1.5 كاكسس يسموها. هاي البوينت 1 وال.5 يسموها اكسس، يعني 10% 20% 30% من ال L over G minimum اللي حكينا عليها. اذا هذا الواحد هو الواحد طبيعي، البوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 الى ان يوصل الى بوينت 5 هذا يسموه اكسس. من يقول لكم 50% معناتها 1.5 هاي القيمه، من يقول لكم 30% معناتها هاي القيمه 1.3 من ال L over G للمينيموم. هاي العلاقه تحفظ ايضا كالعاده. من يقول لنا اكسس، من يقول لنا مينيمم، هاي معناتها انا قيمه الاكس بي ما عندي. من يقول لي اكسس او مينيمم قيمة الـ XP ما عندي، فلازم أوجدها. أوجدها عن طريق هاي الطريقة، عن طريق هاي الخطوات الأربعة. هاي الخطوات الأربعة اللي موجودة هنا أجدها. شلون؟ أول خطوة شلون أبدي بي؟ راح نوجد أول خطوة، نوجد الـ XP star. شلون أوجد قيمة الـ XP star؟ أوجدها من معادلة الـ equilibrium equation. معادلة الاكوليبر ايكويشن احنا نعرفها واي شي يساوي لنا ام في اكس، واي شي يساوي لنا ام في اكس. بما اني رايد الاكس بي ستار فاذا اخلي اكس بي ستار انا هذا رايده، الام انا عندي، الواي بي اذا لازم اخلي بدال الواي هو واي بي، لان انا رايد اكس بي لازم اخلي واي بي. فالواي بي انا لازم عندي والام عندي، فحاوجد قيمة الاكس بي ستار. اخذ قيمة الاكس بي ستار، شو اسوي بيها؟ راح اوجد عن طريقها اوجد L over G minimum. راح اوجد ال L over G minimum اللي استفاد من عنده لاحقا. L over G minimum شلون اوجده؟ عن طريق هذا الكسر. شو يقول هذا الكسر؟ Y bottom ناقصا ال Y top اللي انا عندي على ال XB star اللي وجدتها من خطوة رقم واحد ناقصا ال X top اللي انا عندي. فهاي كلها انا متوفر عندي، ايش راح اوجد؟ راح اوجد ال L over G minimum. وجدت ال L over G minimum، وين اروح؟ اطبقه بهذا القانون اللي هي خطوه رقم 3. القانون شو يقول لي؟ ال L over G operating شو يساوي لنا؟ حد الاكسس مضروب في L over G minimum. هذا المفروض انا اعرف قيمته استنتجته من معطيات السؤال.
ال over G minimum وجدته بالنقطة رقم 2 عن طريق حاصل ضرب أذني الحدين راح أوجد ال over G operating. من وجدة ال over G operating راح يساعدني في حال إيجاد قيمة ال XP. شو يقولون ال XP؟ شو يقول؟ ال over G operating هو شنو قانونه؟ Y bottom ناقصا Y top على X bottom ناقصا X top. هذا هو نفس القانون السابق، نفس الكسر مال مينيمم، ولكن بدل الـ XP star تحول فقط إلى XP. هذا الحد كله، هذا الحد كله هو عندي شنو المجهول بي؟ المجهول عندي بي الـ XP اللي أنا أريد أوجده، الـ XP اللي أنا أريد أوجده، لأن الـ L over G operating وجدته من نقطة رقم 3، الـ YB bottom، Y top. والاكس توب انا هاي المفروض موفره عندي بالسؤال او انا وجدت احد اذا كان واحد ما موجود. اذا فقط المجهول راح يبقى الاكس بي وراح اوجده من خطوه رقم 4. هاي الطريقه لايجاد قيمه الاكس بي في هذا الموضوع مالتنا، في من نعرف بانه هو مينيمم او من يقول لنا اكسس ليكويد فلورايد. هاي هي طريقه ايجاد قيمة الـ XB من النقاط الأربعة، وهي طريقة سيستم ثابتة. طلاب، هنا راح ناخذ example، راح نحاول نطبق معظم الأفكار اللي أخذناها بالمحاضرة رقم 3. The example هنا شي يقول: acetone is being absorbed by water in a packed tower having a cross section area 0.18 متر تربيع. يعني شنو عندنا؟ بأن الأسيتون راح يمتص باستخدام المذيب الماء باستخدام العمود من نوع الحشوات. The cross section area هي 0.18 متر تربيع. هاي the cross section area شنو رمزها؟ اللي رمزها S أخذناها سابقا. هنا يقولون at standard condition، يعني في الظروف الاعتيادية اللي هي من ناحية الضغط ودرجة الحرارة. The inlet air contains 2.6 mol percent acetone. الغاز الداخل يحتوي على تركيز 0.6 مول بيرسنت، يعني هذا مطينا اياها واي بوتوم. الاوتلت 0.5 مول بيرسنت، اذا مطينا 0.5% هذا مطيكم اياها الواي توب. الغاز فلوريت 13.65 كيلو مول على اور، هذا الفلوريت مطينا اياه اللي هو الجي ام. ذا بيور ووتر، كلمة البيور ووتر راح تفيدنا بشغلة اللي هي لإيجاد الكونستريشن مال الليكويد مال السولفنت اللي داخل من الأعلى. هذا معناته من كلمة بيور ووتر فريش ووتر، عندنا هذا معناته قيمة الإكس توب يساوي صفر. إكس توب يساوي صفر. هذا السولفنت ده يدخل بفلوريت 45.36 كيلو مول، هذا معناته معطينا إياها قيمة الـ LM. مطينا ايضا بالسؤال قيمة الـ KY داش والـ KX داش، KY داش و KX داش. مطينا ايضا equilibrium line equation، الـ Y يساوي 1.186X، هذا الـ equilibrium line equation. هاي الـ equilibrium line equation نستفاد من عدها هواي امور، بالرسم نستفاد من عدها، بالاضافة بانه 1.186 هو معناته قيمة الـ M، الـ slope مال الـ equilibrium. شنو مطلوب من عندنا؟ عندنا مطلوبين. المطلوب الأول هو إيجاد التاور هايت اللي يقصد بيه هنا قيمة الزت أو الباكت هايت، قيمة الزت نفس الشيء طلاب، باستخدام الـ KY-A والـ KX-A. إذا نوجدها KY-A و KX-A، وهاي من هنا مثلا معناتها يطلبها قيمة الزت individual، راد الزت بالكي واي داش اي والكي اكس داش اي معناتها individual وليس overall، لان المطلوب الثاني ايجاد الزت بالoverall، والدليل دي يقول كي او جي اي، هذا معناتها overall. فهنا انا طلاب دي اريد الزت مثل ما قلنا سابقا، وايضا هنا راح اكررها، انا من اريد ابدي احل اخلي ببالي طلاب المفروض اني قيمة الـ X والـ Y سواء كانت داخلة أو سواء كانت خارجة أنا المفروض أوفرها أربعة. أنا هسه هو موفرني بالسؤال ثلاثة، وموفر لي الـ Y top
y bottom x top. اذا لازم اوجد قيمه الاكس بي، لازم اوجد قيمه الاكس بي. منطوق السؤال عندنا طلاب، المحاضره السابقه هسه اللي شرحناها وقبلها الجزء الاول متكون من جزئين، جزء اعتيادي وجزء اذا قال بي بالسؤال شغله المينيمم ليكويد فلو ريت او الاكسس، هذا الى غير حل لايجاد قيمه الاكس بي. هنا بالسؤال ما متطرق اي شيء على الاكسس او المينيمم، معناته حل الطبيعي. بالحل الطبيعي عند ايجاد قيمه الاكس بي مثل ما وجدناه بالتري، هي اوجده عن طريق الاوفر اول ماتيريال بالانس لايجاد قيمه الاكس بي. راح نوجد عن طريق الاوفر اول ماتيريال بالانس اللي هو نفس القانون السابق اللي استخدمناه بالتري كولوم. راح نعوض، نحتاج قيمه ال، نحتاج قيمه الجي، وايضا نحتاج قيمه الواي توب واي باتوم، ونحتاج قيمه الاكس توب. فقط راح يبقى عندنا مجهول قيمه الاكس باتوم وراح نوجده. فهذا وفرنا الاربع شغلات اللي قلنا دائما لازم احنا نوفرها. فنجي اول شيء مطلوب ايجاد قيمه الزد، بس بيش مثل ما قايل individual، قايل بالindividual. فاذا اكتب القانون مال الزد individual، اول واحد مال الغاز اللي هو زد يساوي HTU G بالنسبه للغاز، الغاز كindividual مضروب في الNTU للغاز كindividual. نجي اخذ حد وابدي شلون ابدي اطبقه. نجي على الحد الاول اللي هو HTU غاز individual، حد هذا هو هذا موجود، هذا هو قانونه، هذا قانون اللي هو شو يساوي ال HTU GM على KY داش A مضروب في ال S. هذا هنا عندنا من اريد اوجده ال GM، هنا موجود هو عبارة عن شنو ال GM؟ ال GM مطينيها بالسؤال، والKY داش A ايضا مطينيها بالسؤال، وال S مطينيها بالسؤال، فوجدت قيمة ال HTU. نجي على القيمة الثانية اللي هو يطلب من عندنا قيمة ال، لازم اوجد ال NTU. ال NTU هو عبارة عن شنو؟ Y bottom ناقص عن ال Y top على Y ناقص عن ال Y I log المين. ال Y bottom وال Y top احنا عندنا موجودين بالبسط، اما المقام هذا عندنا مثل ما قلت لكم هذا نوجده عن طريق القانون اللي هو راح ناخذه هسه وراها. وبالتالي بس احنا عندنا شغله، بما انه بدنا نحشي على individual فما راح يظهر لنا ستار اللي هو الاكليبريوم، وانه يظهر لنا الاي اللي هو انترميديت كونستريشن. لايجاد طلاب الواي ناقص واي اي لوج المين، حسب هذا القانون دلتا واي بي ناقص دلتا واي توب على لين دلتا واي بي باتوم على دلتا واي التوب. هنا الدلتا هنا اقصد بيها الدرايفنج فورس، فدلتا واي البي اقصد بي واي باتوم ناقص واي اي بي باتوم. اما دلتا واي التوب اللي هو الدرايفنج فورس للتوب اللي هو حيكون واي توب ناقص واي اي توب. نفس الموجود الاقواس بالاعلى هي راح تتحول الى لين وكسر. فنلاحظ هنا الواي توب والواي باتوم طلاب هي المفروض احنا وجدناها. بقت عندنا الواي اي باتوم والواي اي توب اللي هي هاي حكينا عليها قبل شويه اللي هي الانترميديت كونستريشن. الانترميديت كونستريشن شلون القاها؟ مثل ما عرفناها سابقا بانه انا راح ابدي بين الاكس والواي، راح ارسم هذا الاكوليبريوم لاين. هذا الاكوليبريوم لاين شلون رسمته؟ رسمته عن طريق شنو؟ عن طريق المعادلة اللي هو مطيني اياها. هاي المعادلة اللي هي قيمة الواي شي يساوي لنا 1.186 مضروبة في اكس. هحفرض قيمة للاكس راح يطلع لي واي، وارسم قيمة الاكوليبريوم لاين. قد افرض ابدي من صفر، وش وقت انتهي لقيمة من قيمة الاكس؟ انتهي من قيمة الاكس هاي الموجودة هنا عند، لازم اخذ مثل ما تعلمنا بالتري كولوم بانه قيمتها تكون اكثر قليلا من قيمه الاكس باتوم. هذا اللي هو الاكوليبريوم لاين. اما الاوبريتنج لاين راح ارسمه عن طريق نقطتين، هاي النقطه الاولى وهاي النقطه الثانيه. النقطه الاولى اللي هي بين من تربط الاكس توب واي توب، والنقطه الثانيه تربط بين الاكس باتوم واي باتوم.
وأجر خط مستقيم بين النقطتين راح يطلع لي الأوبريتنج لاين. ورا ما رسمنا أذني الاثنين راح إيش راح نسوي هسه؟ راح نبدي. راح لازم أوجد قيمة الأس واحد وأوجد قيمة الأس اثنين. الأس واحد والأس اثنين من أوجد قيمته؟ عن طريق هاي القوانين. هاي القوانين. هذا الأس واحد. الأس واحد شو يقول؟ يقول ناقصا كي إكس داش أي على واحد ناقصا إكس بي على كي واي داش أي على واحد ناقصا واي بي. هاي طلاب لحظة هذا القانون كله بدلالة منو؟ الباتوم. إذن الأس واحد بدلالة الباتوم. وجدت قيمته اللي هو سالب 1.6 أخذ تان إنفيرس إلى ووجدت الزاوية. أخلي المنقلة هنا على قيمة الإكس باتوم واي باتوم وأجر خط مائل بقيمة الزاوية راح يقطع لي الأوبريتنج الأكوليبريم لاين. من قطع لي الأكوليبريم لاين راح أنزله للأسفل وآخذ أفقي راح يطلع لي الواي توب الإكس آي باتوم والواي اي باتوم. هنا بس رسمت المن للاكس اي باتوم فالمفروض انتم تكملوا للواي اي توب مثل ما شرحنا. نفس الحاله راح اسوي للاس 2. اس 2 هو نفس القانون مال اس 1 ترى هي نفس القوانين بس اشيل الاكس باتوم والواي باتوم اخلي اكس توب واي توب وايضا طلعت لي هاي القيمة وأيضا بميل معين. هسه هالمرة على التوب أروح على هاي النقطة وزاوية معينة أخذ التان إنفيرس للأس واحد أس اثنين وبزاوية معينة راح أرسم هذا الخط المائل بهاي الزاوية ويقطع لي الإكوليبريم لاين وأنزل عمودي وأخذ أفقي. هنا راح يظهر لي شنو بيها؟ راح يظهر لي إكس آي شنو راح يظهر لي؟ توب. وهنا يظهر لي واي آي توب. هاي استفاد من عندها ومن هنا من هذا الخط المستقيم حيظهر لي واي اي باتوم استفاد من عندها. اذن الاثنين حصلتهن راح اجي اعوضهن هنا قانون اللوج المين للدلتا واي راح اوجد الدلتا لوج المين. فهاي هنا دي يقول لك هاي القيم اللي حصلناهن. اذن القيم اللي حصلناهن من الرسم ومن الانترسبت اللي موجود ورا ما حصلناهن اعوضهن باللوج المين بالقانون اللي كاتبه سابقا وارجع اعوض بقانون الان تي يو. راح وجدت الان تي يو اذا الزت شو يساوي لنا؟ الزت يساوي لنا الان تي يو في الاتش تي يو. وجدت الاتش تي يو سابقا والان تي يو انا هسه وجدته فظهر لي قيمه الزت 1.91. فالملاحظة بسيطة بأنه الأس الموجودة سواء كانت أس واحد أس اثنين هاي القوانينها ثابتة. الأس الموجودة قوانينها ثابتة في حالة الاندفجوال وفي حالة الأوفر أول. إذا الأس تعتمد على الكي واي داش والأس كي واي داش وكي إكس داش. إذا لازم يعطينا بالسؤال كي واي داش كي إكس داش. إذا ما اعطانا كي واي داش وكي اكس داش معطينا كي او واي او كي او اكس يعني اوفر اول انا لازم ارجع احولها الى كي واي داش وكي اكس داش. اذا قوانينها لازم تكون الاس هاي قوانين ثابته ما تتغير كي اكس كي واي داش وكي اكس داش. هذا المطلوب الاول من السؤال. المطلوب الثاني من السؤال انا اعطيتكم اياها قوانين طلاب بس المطلوب انتم تحلوها ارقام. فاذا الهوم ورك الثاني مالتكم هي ايجاد قيمة الزت للاوفر اول. ايجاد قيمة الزت للاوفر اول كارقام. انا مساعدكم اعطيكم اياها. الزت كاوفر اول كارقام هو موجود هذا القانون. نجي. ال HTU اوفر اول غاز اللي هو جي ام على كي او جي اي اس توتال بريشر.
جي ام موجود، الاس موجود، توتال بريشر موجود. انا مشكلتي وين؟ بالكي او جي اللي هو على صفحه. الان تي يو اوفر اول عن طريق هذا القانون واي بوتوم ناقص عن واي توب انا عندي موجوده، الدرايفنج فورس للواي للوج المين هذا وقانونه هذا. هذا قانونه يعتمد على منو؟ يعتمد على الستار، والستار احنا مثل ما تعودنا من اوجه عن طريق الاكوليبريم اكويشن. الاكوليبريم اكويشن اذا من احتاج الواي بي ستار، واي بي وخلي هسه الستار على صفحه، واي بي لازم هنا هاي معادله الاكوليبريم اللي معطيناها بالسؤال، هو من هو معطيناها بدون بي ولا معطيناها بدون تي، معطينا واي بدلاله اكس، بس انا احتاج واي بي لازم الاكس هنا شو اخلي لها بي، بنحتاج الواي تي لازم الاكس شنو تي، من احتاج الواي ستار لازم البي مو ستار، من احتاج الواي ستار لازم البي مو ستار، ما اخليها ستار. فعن طريق هاي القوانين وجدت الواي بي ستار والواي تي ستار اقدر اوجدها. هذا خلصت ال NTU. اما ال HTU مثل ما قلت لكم اكو يحتوي بالمقام KOG، هو بالسؤال ما مطيني KOG، بالسؤال مطيني KY داش و KX داش. اذا شو اسوي؟ شلون احصل على KOG؟ نرجع للقوانين السابقه اللي اخذناها بالديفيوجن. الواحد على KOG اللي انا اريده، انا اريده شو يساوينا؟ واحد على كي واي اي زائدا الميل الام مال اكوليبريم لا اكويشن على كي اكس اي. هسه حتى هنا بهذا القوانين لا عندي كي واي ولا عندي كي اكس، انا مطلوب بالسؤال كي واي داش وكي اكس داش، فلازم اشوف العلاقه اللي تربط بيناتهم، فهاي هي العلاقه اللي تربط بين الداش والبدون داش. هذا بالنسبه للكي واي داش وهذا بالنسبه للكي اكس داش. كي اكس تربط بين الكي واي والكي واي داش والكي اكس والكي اكس داش. هاي القوانين موجود بيها لوج المين الواي واكس لوج المين، واللوج المين الواي هو هذا القانون لازم اوجد قيمته، والاكس لوج المين هذا القانون لازم اوجد قيمته. اذا بالبدايه لازم اوجد واي لوج المين واكس لوج المين، ارجع اعوضها بقوانين الكي واي والكي اكس، اخذ قيمه الكي واي والكي اكس ارجع اعوضها بقانون الكي او جي، يلا اقدر اوجد الكي او جي. من وجدت الكي او جي اعوضه راح اوجد قيمه الاتش تي يو. من وجدت قيمه الاتش تي يو ووجدت واجد سابقا قيمه الان تي يو هسه راح اضربهن راح يوجد قيمه الزد. قيمته النهائيه يطلع 1.94. وايضا حتى الكي او جي انا معطيكم قيمته عدديه، بس اريدكم تطبقون الارقام وتشوفون بيديكم شلون راح نوجد قيمة الزيت كأوفر أول، يعني الأوفر أول شوية قيمته يعني الأسلوب مالته شوية طويل في حالة إذا الماس ترانسفير كوفيشنت ما مطينا إياه، هو الكي ما مطينا إياه، هي اللي أنا أوجدها بالسؤال اللي أنا أوجدها وأعوضها بالقوانين. فشوية فلهذا أنا خليتكم راح أخليه هذا بيدكم أنتم تشتغلوا، يعني راح تستخدمون قوانين هواية، هاي القوانين المفروض تحفظ. فهذا الهوم ورك الثاني بهذا الجزء، فصار عندنا ثلاث اشتقاقات بالجزء الاول المفروض نسويها كهوم ورك، وهنا تكملت الجزء الثاني من هذا السؤال لايجاد قيمه الزد. بهذا نكون قد انهينا المحاضره الثالثه اللي اخذناها بالنسبه للباكت تاور. ان شاء الله نلتقيكم بالمحاضره الرابعة اللي هي عبارة عن تطبيق لأربعة أسئلة تربط بين الابزوربشن في حالة إذا كان عندي تري وفي حالة إذا كان عندي الباكت تاور. نستودعكم الله.